استهوته الشياطين حيران طيب لماذا هذا حيران؟ لأنه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال عندنا الهدى لكن هؤلاء الأصحاب صنفان صنف ضال مضل يقول الهدى عندنا وصنف صالح تقي يقول الهدى عندنا وهو لا يستطيع أن يتخذ القرار مع هؤلاء أو مع أولئك وهنا تأتي خطورة اختيار الصديق اختيار الصديق هنا تأتي خطورته من هو الصديق الصادق من الصديق الذي أنجو معه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله لأنه يسحبه وقيل الصاحب سحب يسحب الذي معه وهذا له اصحاب يدعونه هل يقول تعال معنا الهدى والثاني يقول تعال معنا الهدى حتى الضال المضل يقول تعال عندي الهدى تعال عندنا الطريق الصحيح عندنا الطريق السليم حتى ان احدهم يقول لاخر وهو ممن يقول بوحده الوجود ويعني كلام خطير جدا ان كل شيء الله وانه الله يحل في الموجودات وغير ذلك من الامور فينصحه احدهم يقول دع هذا الامر فيقول اتبعني اهدك صراطا سويا أهديك يقول صراطا سويا وهو صراط سوي الكفر الذي يدعو اليه لكن يسميه صراطا سوية وهنا كذلك له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا تعال عندنا الهدى عندنا الهدى فهو له اصحاب صالحون يقول تعال معنا الهدى واصحاب طالحون ضالون مضلون تعال عندنا الهدى فهو حيران لا يدري اين يذهب يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى كل فريق يقول له تعال عندنا الهدى حسم الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال قل إن هدى الله هو الهدى شوف اللي يدعوك إلى الله هو الصادق لأن هدى الله هو الهدى دع عنك الشياطين دع عنك رفقاء شوف من يدعوك إلى الله هذا هو الهدى لماذا؟ قال لأن الله هو, هو صانعك هو خالقك وصاحب الصنعة يعلم بها صاحب الصنع أعلم بها بما تحتاج إليه ما يصلحها ما ينفعها الذي صنعها هو أعلم بها حتى الحين في حياتنا اليومية الحين سيارة غسالة ثلاجة كمبيوتر أي 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 شيء أي شيء هذه الأشياء تقول شوف مصدرها وين الكتالوج اللي معاها الكتاب الذي معاها ليش هذا هم الذين صنعوها هم أعلموا بها فكيف بما خلق الله تبارك وتعالى لا شك أنه أعلم سبحانه وتعالى الله عن المثل جل وعلا فالله جل وعلا يقول لهم الهدى هدى الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الله قل إن الهدى هدى الله هذا الهدى الحقيقي هدى الله سبحانه وتعالى وهنا كذلك يقول إن هدى الله هو الهدى أي الهدى الحقيقي الهدى الصح هدى الله سبحانه وتعالى